بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية ما أسس بناء المنهج؟ إن أي منهج دراسي جيد لابد وأن يبنى على أربعة أسس، هي الأساس الفلسفي والأساس النفسي بالإضافة إلى الأساس المعرفي والأساس الاجتماعي، وهذه الأسس هي التي يشتق منها مكونات أو عناصر المنهج الدراسي، وهي الأهداف والمحتوى وطرائق التدريس، بالاضافه الى الوسائل التعليميه والانشطه واساليب التقويم نبدا اولا في الاساس الاول العقدي الفلسفي ونتناول فيه ما يلي اولا مفهوم الفلسفه وعلاقتها بالتربيه ثم نعرج بعد ذلك على اهم الفلسفات وتاثيرها في المنهج المدرسي ومن هذه الفلسفات الفلسفة التقليدية، الفلسفة التقدمية، الفلسفة الإسلامية وفيها نتناول ما يلي: حقيقة الألوهية وتأثير ذلك الجانب على المناهج الدراسية، نظرة الإسلام إلى الكون وتأثيرها في المناهج المدرسية، ثم نظرة الإسلام إلى الإنسان وتأثيرها في المناهج الدراسية، وأخيراً نظرة الإسلام إلى الحياة. واثرها في المناهج الدراسيه